مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء متواصلين مع منافسات وانطلاقات هذه الفتره الصباحيه لتواصل سن الكبار وانطلاقه هذا الشوط المخصص لسن الحيل بمنافسه 8 كيلومترات. نذهب بحضراتكم لنهني من تواجده في الاشواط الاولى والرئيسيه محمد بن راشد بن غدير الكتبي، من قدم لنا اثير باثير الراديو واثير شاشات قنوات البدع وكذلك القنوات الناقله لهذا المهرجان لتحظى باول اشواط الحيل في هذه الفتره الصباحيه. وكذلك الثانيه لمالك متعب حربي بن محمد بن هيان العامري، من قدم متعب في اول اشواط الزمول مع هدير الزمول ليحظى بالناموس المميز في اول اشواط الزمول. كذلك نهني من قدم لنا بحور في خامس اشواط هذه الفتره الصباحيه، من قدم لنا هذا المسمى بالتوقيت الافضل والاميز نتابعها على شاشه قناه البدع. هذه هي بحور توقيت الزمن 12 دقيقه 51 ثانية 84 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات محمد بن سهيل بن هيان العامري، ولك الشكر يا أبو شارب من يلتمس لنا لقطات المميزة. هذه بحور بالفعل 3 سيارات برصيدها، وفي هذا اليوم تضيف الإنجاز تلو الإنجاز وإلى سجلاتها الحافلة والمميزة التي أهلتها للمشاركة مع سن الحيل. نعود إلى مجريات هذا الشوط لنتابع هذه الانطلاقة الجميلة، لنرى هذه الشعارات الكبيرة المتواجدة والمنطلقة. المركز الأول منوة محمد بن عبد الله بن حيروم المحرم يقدم لنا منوة مع أول المراكز. المركز الثاني تواجد الخوارة عتيق بن سالم بن عبيد بن عرتي يقدم لنا الخوارة مع المركز الثاني. المركز الثالث أرحب بهذا الشعار شعار بن جبران مع انطلاقة العنود، محمد بن راشد بن حمد الجربوع المري يقدم لنا هذا الشعار ذي النجوم الساطعة عن طلاقة المركز الثالث. المركز الرابع أتابع هذا التقدم الجميل من قبل رعود مكتوب سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي مقدما لنا شعار المتحدي مع المركز الرابع، أتابع النداء مع الأسماء المتواجدة. المركز الخامس بهذه اللحظات تتقدم الذيبة حمد بن سالم بن هضع الشريفي مع المركز الخامس ومع انطلاقة الأسماء الخمسة المتقدمة بمسيرة هذا الشوط وبانطلاقة الأسماء. أعود مجددا مع الصدارة ومع انطلاقة أول المراكز لأتابع منوة على الصدارة وأماني وأمنيات محمد بن عبد الله بن حيروم المحرم مرافقا لمنوة لانطلاقتها مع أول المراكز ولقيادة الأسماء والسيطرة التامة على مجريات هذا الشوط. يمني النفس بانتزاع السيارة شوفرليت أهو ستيشن هي الجائزة المقدمة للجنة المنظمة. كذلك الأسماء كبيرة المتواجدة بهذه الانطلاقة وبهذه المسيرة. المركز الثاني تواجد من قبل أحد الشعارات المميزة والكبيرة مع ثاني المراكز لأتابع الخوارة، من تقدم لنا هذه الإثارة، من تنطلق مع المركز الثاني لتتابع مسيرتها والضغط على منوة بانطلاقة المركز الثاني. تعود ملكية الخوارة لعتيق بن سالم بن عبيد العرسي، من يقدم لنا شعاره ويسالم الجماهير بو سالم مع انطلاقة الخوارة مع المركز الثاني. المركز الثالث التواجد من العنود، عنود الصيد صادتني وانا منصاد، الله هذه هي العنود بدأت تتقدم لتصطاد الناموس مع انطلاقة المركز الثالث لتحظى بهذا الناموس الغالي ولتحظى بمادة الزعفران، مادة التكريمية التي تكرم بها الثلاثة المراكز المتقدمة. المركز الرابع أتابع تواجد وتقدم رعود، رعود والوجود من قبل شعار رعود شعار بن منانة مع المركز الثالث او الرابع، الرابع بالفعل مكتوب بن سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي يقدم لنا رعود بتواجد ووجود هذا الشعار وانطلاقته مع المركز الرابع الذي اثبت وجوده في هذا المهرجان، في هذا المهرجان وبالمهرجانات السابقه دائما وابدا يتواجد شعار بن منانة ليقدم لنا التحديات الكبيره والجميله من قبل شعار المتحدي ليتحدى الاسماء بتقدم شعاره وقاد
القدم من مرغم للمشاركة للمشاركة ومن زعبيل زعبيل أبناء زعبيل يتابعون يراقبون انطلاقة هذا المسمى مع المركز الرابع من يتابع مسيرة مع الأسماء المتقدمة. المركز الخامس التواجد من الذيبة، الذيبة بدأت تكشر بأنيابها وتنطلق الذيبة مع هذه الهيبة الكبيرة مع المركز الخامس تعود الملكية لحمد بن سالم بن هضبة الشريفي من يقدم لنا شعاره مع المرتبة الخامسة ومع دائرة الأسماء المتقدمة بمسيرة هذا الشوط وبانطلاقة وتميز هذه النجوم الساطعة والمنطلقة على أرضية هذا الميدان. نتابع على الكادر الأسفل أسماء خلف الخمس لم يحن موعد تواجدها، لم يحن موعد تقدمها مع أيضا دائرة النداء ومع الأسماء المتقدمة، ولكن ترقبوا قدومها، ترقبوا قدومها في الوقت المناسب في الوقت الحاسم من مجريات هذا الشوط. أعود ليجدد واستجد النداء مع أول المراكز ليرى وتابع المقدمة مع منوة. منوة ما زالت قاعدة للأسماء مسيطرة على أول المراكز متربعة على عرش هذا الشوط بشعارها وبانطلاقتها الجميلة. تعود ملكية منوة لمحمد بن عبد الله بن حيروم المحرمي مع أول المراكز ومع القيادة السليمة ليقدم لنا هذا المسمى الكبير، ليقدم لنا منوة وما زالت الأماني مرافقة لمنوة مع أول المراكز ومع الصدارة لتأتي على المركز الثاني. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء الخوارة ما زالت الخوارة مقدمة الإثارة وأيضا ملتقطة لهذه الصورة الجميلة مع المركز الأول ومع الكادر الأعلى بانطلاقة شعارها. عتيق بسالب بن عبيد بالعرض من يقدمها مع أول المراكز. المركز الثالث أتابع من تسللت بهذه اللحظات، بدأت تختلس المراكز. الله يا العنود وشكرا يا أبو شارب، شكرا على هذه اللقطة الجميلة اللقطة المميزة التي استمتع بها المشاهد والمتابع. هذه هي العنود تنطلق مع المركز الثاني لتصطاد المراكز المتقدمة لتقتنص المراكز من مركز إلى مركز، تحمل الرقم واحد ولا ترضى إلا بالرقم واحد، وأيضا بالجبران قدمها ممني النفس بانتزاع سيارة هذا الشوط. عاشق سن الكبار وأيضا دائما وأبدا يقدم لجماهير هذا الشعار الإثارة وأيضا يجلب لهم النواميس مع تواجد الأسماء الكبيرة. تقدمت العنود مع المركز الثاني، تعود ملكية العنود لمحمد بن راشد بن حمد الجربوع المري. المركز الثالث تتواجد الخوار لعتيق بن سالم بن عبيد بالعرضي مع المركز الثالث بهذه اللحظات. المركز الرابع أتابع تواجد رعود مكتوب سعيد بن منارة بن غدير الكتيبي ما زال مقدما لنا شعاره مع الأسماء المتقدمة. رباعية على الصدارة، رباعية على المقدمة، تلتقطها الكاميرا والكادر رقمي واحد، ولكن القادم أحلى، القادم أحلى مع الأسماء المتميزة مع الشعارات الكبيرة الكبيرة والمنطلقة خلف الأربعة المراكز المتقدمة. أتابع أول القادمات، أول الوصول، أول أيضا المتميزات مع المركز الخامس التواجد من قبل مزنة. الله مزون الخير، مزون الناموس، محمد بن خلفان بن محمد بن خلفان الهامري يقدم لنا مزنة مع المركز الخامس، كما قدم لنا أيضا هذا الشعار في الشوط الذي قبل قليل مع أيضا تقدم مع الظفرة، ولكن تسللت الذيبة. الله يا الذيبة، الذيبة وهذا الشعار اللي هيبة، هيبة مع الانطلاقات المميزة مع المركز الخامس. تعود ملكية الذيبة لمحمد بن سالم بن هضبة الشريفي مع المركز الرابع ومع المركز الخامس، مع المركز الخامس تشرفنا الشعارات المميزة الشريفي مع تقدمها ومع انطلاقتها بالأسماء المتقدمة والمتواجدة ومع انطلاقة الأسماء. أعود مع الصدارة، أعود مع العنود، أعود مع العنود ومع انطلاقتها ومع الانطلاق المميز. هذه صاحبة إنجازات ما راح أذكر إنجازاتها إلا في الكيلومتر الأخير ومع أيضا انطلاقتها المميزة، صاحبة سيارات، صاحبة سجلات، صاحبة انطلاقات بشعار بن جبران تتقدم بهذه النجوم الساطعة، بهذه النجوم المتلألئة التي تزين أرضية هذا الميدان بتواجدها. 1500 متر عن الناموس وعن التتويج، ولكن الذيبة الله
انطلقت الذيبة، انطلقت الذيبة لتشكل الخطر على الأسماء المتواجدة. حمد بن سالم بن هضعة الشريفي مع المركز الأول، مع المركز الأول ومع الصدارة. المركز الثاني تواجد العنود لحمد بن راشد بن حمد الجربوع المري مع المركز الثاني. المركز الثالث من الغادم، من الآتي؟ الآتي بهذه اللحظات المتواجد الخوارة عتيق بن سالم بن عبيد بن عرتي. المركز الخامس تواجد ورابع المراكز. المركز الرابع أحد الشعارات المميزة مزنة لمحمد بن خلفاء بن محمد أيضا الهاملي. ولكن الكيلومتر الأخير، يا كيلو ما بعدك كيلو، يا كيلو ما بعدك إلا الناموس. خط الفيصل، خط الفيصل، الناموس ينتظر. ولكن من من هذه الأسماء، من من هذه الأسماء؟ الشعارات الكبيرة، الله، يا العنود، العنود والذيبة، الذيبة والعنود، العنود والذيبة. ولكن الذيبة، الذيبة ما زالت ذيبة، ما زالت ذيبة. حمد بن سالم بن هضعة الشريفي. ولكن يا سلام، أبناء مرقم، أبناء شحانية، أبناء دولة الإمارات، الله 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 الله، تقدمت الذيبة، انطلقت الذيبة. ولكن الرخامية تنطلق، الرخامية تنطلق مع المركز الثاني سالم بن راشد بن خدير الاكتفي مع المركز الثاني والمركز الثالث العنود محمد بن راشد بن حمد بن جبران. ولكن أعود مع هيبة الذيبة، الله، يا الذيبة، الذيبة مع الصدارة، الذيبة ما زالت ذيبة، تكشر بأنيابها، تنطلق إلى الفريسة، تنطلق إلى الناموس، إلى التتويج، إلى السيارة، فريسة والسيارة، فريسة والسيارة، وتكريم الزعفران، يا مزعفرها، من الطاس زدها، من الطاس زدها، هذه هي الذيبة، وهذه هي انطلاقتها. حمد بن سالم بن هضعة الشريفي، وكل الشكر لمحمد بن أحمد الرميثي، من قدم لنا الذيبة بأول المراكز. المركز الثاني الرخامية لسالم بن راشد بن غدير في المركز الثالث، الخوار العتيق بن سالم بن عبيد العرتي، المركز الرابع العنود وما قصرت العنود لمحمد بن راشد بن حمد الجربوع المري، المركز الخامس كان الوصول من قبل الطيارة لمنصور بن أحمد بن علي السبوسي. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، نذهب إلى التوقيت الزمني. إذا مشاهدينا الكرام، هذه هي الذيبة، توقيت الزمن 12 دقيقة 53 ثانية 28 جزء من الثانية. الثانية تبقى لحمد بن سالم بن هضعة الشريفي، وكذلك الثانية لمحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي، من قدم لنا الذيبة بأول المراكز. المركز الثاني كان الوصول من قبل ثاني المراكز الرخامية، توقيتها الزمني لحظة القدوم والوصول 12 دقيقة 57 ثانية خمس أجزاء من الثانية. الثانية والتبريكات نزف ولسالم بن راشد بن غدير الاكتبي على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث كان الوصول قبل خوارة 13 دقيقة بدون أي ثواني 29 جزء من الثانية. الثانية والتبريكات لعتيق بن سالم بن عبيد العرطي على حصول الخوارة على المركز.